الصحفي الذي يسائلني هذه الأسئلة، ونشكركم على حضوركم معنا لهذا الاحتفال بهذا الاستقبال ديال هذه سيارة الإسعاف. نعم، هذه سيارة الإسعاف يعني الفرحة اللي كتشوفونا اليوم أننا سعداء بهم، لأنهم غيغطيو لنا واحد الخصاص اللي عانته جماعتنا ولاد فارس الحلة طيلة هاد 3 أشهر بعد الحادثة الأليمة التي وقعت، بحيث كانت واحد حالة وفاة وكان فقدان سيارة الإسعاف الوحيدة التي تمتلكها الجماعة. فبعد ما قدمنا مجموعة من الطلبات للإدارات المعنية لمنحنا سيارة الإسعاف، تأكد لي بأنه يستحيل أنه الإدارات المانحة العادية أنها غتعطينا في الظروف ديال كورونا بحكم ديال سياسة التقشف. فقررنا أن نطلق نداء استغاثة على صفحتي الخاصة الفيسبوكية، الذي لقى استحسانا من طرف جميع المتتبعين، لا من الصحافة الإلكترونية، لا من المتتبعين الفيسبوكيين، لا من الناس ديال المواطنين ديالنا ديال الجماعة. فتمت يعني الاستجابه لهذا الطلب، واليوم احنا كننجنيو في الثمار ديال هذا النداء. هذا هناك من يقول باننا نشتغل بنوع من الشعبويه، اقول لهم باننا اليوم نشتغل بوسائل عصريه متاحه لدى الجميع، لانه الفيسبوك اليوم هو نقطه ايجابيه في يد الجميع، الكل يتواصل. هاد احنا خصنا نشتغلوا بهاد المنطق هذا، على قد القول على قد الفعل. بطبيعه الحال يعني على قدر الوعود وعلى قدر القول نحن نفعل ونحققها على ارض الواقع، لانه هنالك من يقدم وعودا ولكن لا يفعل شيئا. نحن قدمنا الوعود وحققنا الهدف. الهدف اليوم هو اننا نمتلك سيارتين للاسعاف، ربما في المساء او في الغد سينادي بعض المواطنين لتقديم المساعدة، سوف يكونون رهن إشارة جميع ساكنة بني مسكين، جميع ساكنة جماعة ولاد فارس الحلة. وكما هو معلوم علينا أننا في المستشفى المحلي ديال البروش، أنه حينما يضيق بهم الحال وحينما يتعذر عليهم الحصول على سيارة الإسعاف من داخل يعني المحيط ديال بلدية البروج، فهم يلجؤون الينا ونحن نعطيهم الضوء الاخضر ان سيارتنا 24 ساعه على 24 ساعه يعني على ديسبوزيسيون ديال المستشفى المحلي البروج والجميع. شكرا. شكرا لك.